الضمير. الضمير ضايع وسطينا، مش لاقي مكانه ولا لاقي مكان يكون موجود فيه. ليه نسينا ضميرنا؟ لو كل واحد فينا حكم ضميره واتقى ربنا في نفسه، في بيته، في زوجته، في أولاده، وفي شغله ومعاملاته مع الناس، الدنيا حالها يتغير. يمكن لو كل واحد يتصرف صح ومشي صح، الدنيا حالها يتغير. متقولش يعني هي جت عليا. ايوه جت عليا وجت عليك. ايوه احنا اللي هنصلح الكون. ايوه ذنوبنا هي السبب في اللي احنا فيه. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. تحياتي يحيى شاهين.